انا والحبيب خلود رايحين الظهر الحين نشتري لنا خروف، نبي نذبحه. راح نسوي خلود. تابعوني. هذا هو الظهر. الحين نشتري خروف انا ومنو؟ خلود تعال. سلام خلود، خايف من الخروف. وهذا اللي اشتري منه، شو اسمك؟ شجون. شجون؟ ايه ذمتك اسمك شجون؟ والله اسمك شجون؟ والله؟ انت البنغالي؟ انت مسؤول على الغنم؟ ايه. يلا عطنا الخرفان. هذا شو؟ ما في هذا. البنغالي هو اللي يقول، لازم يصدق يعني. الخروف كم الخروف؟ ما 120 هذا نزدي. ما في 120. كيف كم ما فيك؟ 90 دينار كل مره. 90 سقيم ولا ما في 90 في. انا يجيب انا حتى مخبات. انت ما انت فلوس انت شيل الكروب. لا 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 لا, لا. اخر كلام انا اقول لك، اخر كلام اللي يقول بيمشي. انا روح وانا بمشي. انت حتى ما تقول ما يشتري. انا قلت بدك ما يشتري 100 دينار اخر شيء. لا 5 دينار لازم. 100 دينار قسما بالله ما خلاص عشان انت ما اقدر. 100 دينار قول سلام. سلام خلاص اتفقنا على 100 دينار. شرينا ذبيحتنا مع خلود. ها كاوي ودونا السيارة بعد كشخة. هذه قص علي ولا زين؟ يلا كله ماشي. بس نيدي مية مية. جويري جويل محمد جويل. محمد جويل وهذاك شجون. والله العظيم وصلنا المكسب. شو رايك خلود؟ ما في إجابة. يلا خلود صدقه صدقه. مشكورين يا حاج. مشكورين بابا زين الحمد لله. يعطيك العافية يا عم. يعطيك العافية. ما قصرت. طيب مبروك عليك. علينا وعليك. عافية. الله يعافيك. ما قصرتوا وانتم بخير وسلام. وانتم طيبين.